Assalamu alaikum guys, in this video I am going to read some surahs. First I'm going to read Surah Al-Fatiha and then I'm going to read some other surahs. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Next surah I'm going to be reading is Surah An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Now I'm going to read Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Now I'm going to read Surah Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Now I am going to read Surah Al-Lahab. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Now I'm going to read Surah An-Nasr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Now I'm going to read Surah Quraysh. Bismillahir Rahmanir Rahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Now I'm going to read Surah Al-Kafir. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Thank you guys for watching this video. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to leave a comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.